خلينا سريعا نعرف ايه الكواليس هناك في استاد مختار التتش من خلال زميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناة الاهلي معانا على الهواء مباشرة. يا توفيق اهلا بيك. اهلا بيك يا امير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا توفيق، قول لنا اخر الاخبار والكواليس عندك قبل انطلاق المران بلحظات يا توفيق. يعني طبعا بعد المباراه الاخيره للنادي الاهلي يمكن خاض مباراتين في محافظه الاسكندريه، انتهى الحمد لله بالفوز على الاتحاد 3-0 ومن بعده المصري يعني 2-0. الفريق عاد للقاهره يمكن حصل على راحه لمده يوم واحد وهو يوم الخميس، وعوده التدريبات منذ الامس للجمعه، وكمان النهارده بيستكمل تدريباته استعدادا ان شاء الله للفتره المقبله. الفريق يمكن حالته اكثر من جيده، ده ظهر على معظم اللاعبين اللي شاركوا في التدريبات امبارح وكمان النهارده. يمكن سبق التدريب محاضره للجهاز الفني كان بيتكلم فيها مع اللاعبين عن اهميه هذه المرحله والاستعداد ما تبقى من عمر الموسم. يمكن اللحظات اللي انا بكلمك فيها يا امير باين من خلفي في الخلفيه، يمكن لاعبي الفريق الاول بالنادي الاهلي نزلوا بالفعل الارض الملعب لاجراء المران. الاجواء اكثر من رائعه، يمكن قبل المران بيبقى في دايما تدريب لمجموعه من اللاعبين اللي كانوا خارجين لاعراض في الخارج الفتره الاخيره، بيتم تاهيلهم طبعا والجهاز الفني بقياده مستر ريكاردو سواريش بيبص عليهم. يمكن كمان كان في اجتماع قبل المران جمع كابتن سعد عبد الحفيظ بدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي بالنادي الاهلي، كان موجود هنا في ملعب مختار التتش، كانوا بيتكلموا عن اهم اللاعبين. يمكن اللي نزل النهارده وبدا حوالين الملعب وشفناه قبل بدء المران مباشره هو طاهر محمد طاهر، ان شاء الله يكون عودته كمان للتدريبات الجماعيه قريبا باذن الله. ده طبعا بالاضافه لعدد كبير جدا من اللاعبين الغائبين لاصابات طويله، ان شاء الله يرجعوا في اسرع وقت ويكونوا زي ما بنقول يعني جزء من كيان وفريق النادي الاهلي، وكلهم يساعدوا زملائهم للمرحله المقبله ان شاء الله، سواء ما تبقى من الموسم او كمان استعدادا للموسم القادم باذن الله يا امير. طيب خليني اسالك على حاله بعض اللاعبين، يعني بالتحديد مثلا شريف، سمعنا ان هو شارك في التدريبات امبارح، محمد شريف نفس الحال بالنسبه لأحمد عبد القادر أيضا، هل شارك في التدريبات ومستمر في المشاركة النهاردة ولا الأمور بالنسبة له إيه يا توفيق؟ يمكن المشاركة بالأمس يا أمير كانت يعني مشاركة زي ما بنقول بسيطة جدا في الميران، هيبان طبعا مدى مشاركتهم من عدم النهارده مع بدء الميران، ولكن يعني كأكثر مرة كلمت مع دكتور أحمد أبو عبله قال لي إحنا ما فيش استعجال على أي لاعب في العودة للتدريبات الجماعية أو المباريات إلا وهو جاهز بنسبة 100%. خلاص يمكن كان في قرار من مجلس إدارة استكمال يعني الموسم بلاعبين اللي ما كانوش بيشاركوا أو عائدين من الإصابة في الفترة الأخيرة، وكمان اللاعبين الناشئين، فما فيش استعجال على عودة أي حد من قوام الفريق الأساسي في هذه الفترة إلا بعد التأكد من سلامته بشكل تام، علشان يعني زي ما نقول زي ما تبقى من الموسم. وكمان استعدادا انت عندك على طول افريقيا في بدايه اكتوبر او في منتصف اكتوبر هيبقى بدايه المشاركه الافريقيه باذن الله، فطبعا ده هدف اكبر في خلال الفتره الجايه. فطبعا هو بس نزول اللاعبين حاليا للمران او وجودهم هنا للاطمئنان عليهم وعلى حالتهم فقط، ولكن المشاركه من عدمها طبعا في الاول وفي الاخر هي حق اصيل للجهاز الفني، ولكن بالطبع ما فيش استعجال على اي لاعبين. حتى اكرم توفيق زي ما قلت لك حالته اكثر من رائعه ومطمئنه جدا في التدريبات، ولكن الجهاز الفني بيتأنى طبعا في الدفع بيه في المباريات الرسميه للحفاظ على اللاعب وللتاكد قبل نزوله ان هو بحاله اكثر من رائعه. ده كان طبعا انطبق في الفتره الاخيره كمان على بيرسي تاو، ما شفناهوش في قائمه الفريق او في المباريات غير بعد الاطمئنان عليه بشكل كبير يا امير. فده اعتقد يعني الهدف اللي اتفق عليه الجهاز الفني والجهاز الطبي في النادي الاهلي هو عدم الدفع باي لاعب غير وهو سليم وقادر على المشاركه بنسبه 100% للحفاظ على اللاعبين لما تبقى من الموسم والسلامة للمواسم المقبله باذن الله رب العالمين. طيب هل اكرم توفيق بيقترب من المشاركه في المباريات الرسميه مع النادي الاهلي طبقا لمتابعتك للتدريبات يا توفيق، ولا لسه شويه يعني؟ يعني اعتقد هيكون الدفع باكرم في اخر 3 مباريات من الموسم يا امير. يمكن زي ما قلت لك هو حالته رائعه واكثر من رائعه، لان اكرم انت عارف من اللعيبه الرجاله جدا، يعني عزيمته فوق ما تتخيل، وزي ما اتكلمنا قبل كده مع بعض قلت لك ان هو كمان يعني المعدلات بتاعته في الرجوع فوق المخطط ليه، ولكن طبعا الجهاز الطبي والفني بيحافظوا عليه. اكرم لعيب مهم جدا مش بس للنادي الاهلي ولكن لمنتخب مصر كمان، فاعتقد ان احنا هنبقى محتاجينه بشكل كبير جدا في الفترات القادمه، فما فيش استعجال عليه، ولكن اعتقد هيتم يعني الاطمئنان عليه من الجانب الفني في اخر 3 مباريات من الموسم عشان الجهاز الفني برضه يشوفه واللاعب يكون يعني زي ما بنقول زي فتره اعداد مصغره ليه واحتكاك ليه في المباريات قبل بدء ان شاء الله لاستعداد الموسم القادم باذن الله يا امير. طيب برنامج الفريق خلال الفتره اللي يمكن زي انت معايا دلوقتي طاهر حالا ورايا. اللي شايفين وراك في الخلفيه في استاد مختار التتش، يعني شايفين ان في طاهر بيتمرن وبعض اللاعبين اكيد بيستعدوا للعوده، لكن البرنامج بتاع الفرقه خلال يعني الايام المقبله هيكون عامل ازاي يا توفيق؟
البرنامج يا امير طبعا الى الان موجود، الفريق بيتدرب بشكل يومي طبعا. باذن الله اول مباراه مقبله عندنا هي مباراه ايسترن كامبان ان شاء الله يوم 17 اغسطس الجاري في الدوري الممتاز. الفريق هيتدرب بشكل عادي جدا يوميا هنا في ملعب مختار التتش بالجزيره. يمكن في برنامج بقى للفريق اعدوا الجهاز الفني للاستعداد لما تبقى من الموسم. التدريب هيبقى بشكل يومي في طبعا الجزء النظري والاول في غرفه المحاضرات. الجهاز الفني بيتكلم مع اللاعبين، تحليل ادائهم في التدريبات او المباريات، بيتكلم معاهم، بيحلل كل لعيب عمل ايه في المباراه، ايه اللي ناقصه، ايه الحاجات اللي محتاج يعملها الفتره الجايه. ومن بعدها بيتم نقل التدريبات لملعب مختار التتش هنا بالجزيره، وبيتم بعض عمل الجمل الفنيه اللي الجهاز الفني بيحفظها للاعبين عشان يقدروا ينفذوها في المباراه باذن الله. خلاص، الاهلي بكره توفيق هيلعب ماتش المقصه بشكل رسمي، وخبر عاجل هقوله لحضراتكم دلوقتي. انا بشكرك يا توفيق، شكرا جزيلا. زميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي كان معانا على الهواء مباشرة. خبر مهم جدا هقوله لكم، بس هتكلم عن تفاصيله بعد الفاصل، استنونا. يلا بينا.